الانتخابات، لكن بعطيك بشارة، خوش بشارة لكل المشاهدين. اليوم كان في اتصال مع أسامة نبيه، هو المدرب العام، عادل أحمد حافظ، أسامة نبيه هو المدرب العام لمنتخب مصر، أو المدير منتخب مصر. كان في اتصال قبل شوي عن طريق أخونا الإعلامي وكبير الصحفيين المصريين موجودين في الكويت، أحمد عبد اللطيف، كلمه وخلاني أكلمه. كنا نبيه ضيف يدش معنا باتصال عشان نستوضح منه عن مباراة الكويت ومصر، وهل مصر راح يجون كامل نجومهم. اعتذر ما يقدر يطلع ويانا على الهواء، لكن قال لي، بلغني قال ما اقدر اطلع معك على الهواء لكن بعطيك الخبر. قلت له لاعبين تحضرون كامل نجومكم؟ قال ان شاء الله منتخب مصر راح يحضر بكامل نجوم، ما عدا محمد صلاح اذا تاهلوا للنهائي. اذا هم طبعا الحين 80% 90% متاهلين النهائي، فرق ثلاثة. دحين يوم قال ها، فقلنا الحين ان شاء الله خسر ليفربول عشان يجي محمد صلاح.